السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده واخداكم جوله جميله جدا داخل العلمين الجديده صيف 2022، وهنمر طبعا على مارينات كلها، من مارينا 1، مارينا 2، مارينا 3، لحد مارينا 7، والجو الجميل كده بتاع الساحل الشمالي وحاجه كده 100 فل و14. السنه اللي فاتت كنت عامله معاكم جوله داخل مارينا 2، وكمان جوله داخل العلمين كانت لسه مبتدئه ولسه بنشوف فيها زي ما انتوا شايفين كده. دي البوابات بتاعت مارينا، وطريق الساحل بقى شغال ومليان، وكان يعني الدنيا زحمة جدا. اللهم صل على النبي. هندخل النهارده العلمين الجديده. طبعا العلمين الجديده انت بتدخليها بكل سهوله بدون اي رسوم ولا اي حاجه، هو مبدئيا يعني لحد دلوقتي لسه ملهاش رسوم دخول او كارنيه زي مارينا او زي كرة السياحيه التانيه، فمن السهل اللي انت تخشيها بكل سهوله. وفيها المول الكبير ده طبعا ممكن تخشيه، بس طبعا القعده فيه او الاقامه فيه بفلوس غاليه جدا، فربنا يسهل الحال يا رب ويرزق الجميع ويخش المول ده. على ايدكم اليمين كده زي ما انتم شايفين مرينا على بوابات مارينا، هي بعد بوابه مارينا بعد بوابه 7 زي ما انتم شايفين هناك اهي، هي دي الاضاءه بتاعتها وهي دي العلمين الجديده. طريق الساحل طبعا كله اليومين دول زحمه جدا، وكل الناس بقى بتصيف يا اما في مرسى مطروح يا اما في مارينا يا اما في مراسيا يا اما في ايسلندا. في كرة كتير جدا، يعني الساحل الشمالي مليان كرة جميلة جدا. وديتكم قبل كده قرية الفيروزة، برضو من الكرة السياحية الحلوة هناك. في كرة كتير جدا والمنظر هناك بيبقى تحفة، والمية كده بتبقى مية صافية. دي اخر قرية او اخر بوابة اللي هي قرية مارينا 7، وبعد منها على طول العلمين الجديدة على ايدكم اليمين. لسه الناس شغالين فيها، لسه العمل داير فيها، ما شاء الله الدخلة هي بتاعتها يعني حاجة كده 100 فل و14. تحية مصر وعظمة مصر والحاجات الحلوة اللي داخل مصر كلها. في أولها كده هتلاقوا في مسجد كبير جدا حلو قوي، وفي قاعة مؤتمرات، وبعد كده اللي هو المول الكبير جدا بالأنوار بتاعته والمناظر اللي جوه، وجوه في كمان السما الصناعية، حاجة كده يعني تصميم روعة ما شاء الله ما شاء الله. يعني هي دبي يعني في قلب كده مصر ما شاء الله عليها يعني. واللي ما راحش العلمين كده لازم يروح كده ياخد له جوله، ياخد ولاده وياخد اصحابه وياخد نفسه ويروح يعمل جوله داخل العلمين الجديده بدون اي رسوم دخول او اي كارنيه او اي شروط. اسيبكم بقى داخل الفيديو تتفرجوا على الجو الحلو الجميل اللي داخل العلمين. وعلى فكره في باركنج كبير جدا اللي انت ممكن تسيبيه العربيه فيه واولادك يلعبوا كده بامان، يعني ما فيش زحمه جوه، فيعني الجو ممتع جوه باذن الله. يلا بقى نخش داخل الفيديو ونشوف ايه اللي جوه العلمين الجديده في صيف 2022. خليكي معايا.
ما انتوا شايفين كده الجولة دي كانت بالليل، وما احلى الجو بالليل بصراحة، الانوار كده بتبقى مبهجة وحلوة جدا، لكن بالنهار شمس بقى وحر، وانتوا عارفين طبعا الصيف وحر السنة دي، فربنا يرحمنا برحمته يا رب. على ايدكم اليمين كده طبعا في بحر على ايدكم اليمين خالص، بس مش للنزول، هو بحر مارينا اصلا، لكن الركنة او الباركنج على ايدكم اليمين، وكل اللي هو على اليمين ده خالص يعني تمشية كده للأطفال، اللي عايز بقى يجيب عجل، اللي عايز يلعب كورة، اللي عايز يتمشى هو وأولاده، هو وأصحابه، هو وحبايبه، يعني حاجة كده تصميم روعة ما شاء الله. وبرضه هنزل من العربية وأوريكم الممشى ده كله والتصميم بتاعه الجميل جدا، شكله حلو بصراحة يعني، والأنوار هادية كده وجميلة، وفي نفس الوقت الجو أصلا حلو يعني يشرح القلب، يعني الناس بقى اللي قاعدة في البيوت تطلع بقى من قلب البيوت واخرجوا كده يوم يومين يعني، إن شاء الله حتى ساعتين، المهم اللي انتوا تفكوا على نفسكم بقى قبل دخلة المدارس وقبل بقى الدروس والدوشة والزحمة. يلا بقى اسيبكم بقى على الفيديو عشان ما تنزعجوش من صوتي كتير، ويا رب تستمتعوا بالفسحة الحلوة دي. Thank you.
انتوا شايفين التصميم الجميل جدا والتمشية الحلوة دي، والجو كان جميل بصراحة، وكل الناس بقى اللي معاها اطفالها بيلعبوا في المكان الواسع ده، يا اما بعجل يا اما بكورة يا اما بيجروا يا اما كده بيتمشوا، يعني كده زي 100 فل و14 زي ما انتوا شايفين كده. مول العالمين اللي هو هناك ده الانوار فيه جميلة جدا والتصميم بتاعها حلو قوي، وهي دي الابراج لسه تحت الانشاء، لسه بيعملوها ما شاء الله عليها، هي يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله في النهاية اكيد جميل، هيكون المنظر جميل جدا، ويعني الشغل فيها عالي جدا. استمتع بقى داخل العالمين الجديدة، الناس اللي لسه ما جوش لازم ان شاء الله تزوروها. وشكل الانوار كده عند النخيل بتاع الزرع كده، يعني حاجة كده حلوة، يعني حاجة راقية بصراحة يعني. وطبعا المظلات دي بالنهار هتنفع بقى الناس اللي بتيجي في الشمس، بس الحمد لله الواحد بيحب الليل اكتر، فمش بحب امشي في الشمس كتير بصراحة، فعشان كده كل فسحتنا هتلاقوها كده بالليل. بس كده هي دي كانت جولة داخل العالمين، هي لسه طبعا الفيديو باقي، لسه هدخلكوا العالمين من جوه خالص، وتشوفوا اللي هي لسه العمارات لسه اللي تحت الانشاء، او الابراج اللي هي لسه تحت الانشاء، هتشوفوا مناظر جميلة جدا، وتشوفوا طريق العالمين كده، ولحد ما نطلع من القرية والمكابر الجديدة ما شاء الله، عاملين شغل عالي جدا في الساحل الشمالي من كل حاجة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده كل ده داخل العالمين الجديدة، يعني حاجة تصميم حلو قوي، ويعني مين يشهد للعروسة بقى، احنا اهل مصر فلازم، يعني حاجة حلوة والله بصراحة، يعني معمولة على تصميم حلو قوي ومساحة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت كده حاجة تشرف مصر بإذن الله. تعالوا بقى خشوا بقى داخل فيديو، مش هرجع لكم بصوتي تاني، واستمتعوا مع أحلى جولة، ويا رب تكون عجبتكم. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناة إن شاء الله، عشان يوصلك الجولات الجاية كتير.